أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أعمل في الضمان الاجتماعي ولدي أقارب، فهل أسجلهم إذا انطبقت عليهم الشروط أم لا بد من إشعار المرجع لأن الضمان من الزكاة؟ لا بد من إشعار المرجع لأنك متهم في هذا، أنت وكيل ومؤتمن، فلا تعطي أقاربك إلا بإذن من المرجع. نعم، تشرح له حالهم واستحقاقهم ثم هو الذي يأمر بذلك. نعم.